قبل ما نودعكم مشاهدينا بنذكركم باحلى البرامج اللي انتم بتحبوها عبر شاشه الام تي في واللي بتنطروها كل ليله على شاشتنا. من الاثنين للجمعه محبي المسلسلات اللبنانيه على موعد مع حلقه جديده من حياه سكول، وتحديدا الساعه 7 المساء مع ريتا حارب ومجموعه من المع نجوم الشاشه اللبنانيه. وعم نشوف كيف ريتا عم بتواجه كل الامور اللي عم تواجهها اذا بدكم، ان كان مع التلاميذ او مع زملائها بالتعليم او حتى الاداره بالمدرسه، مواضيع مختلفه وكمان تحديات كثيره بعد ما عاشت معاناه كثيره بحياتها الشخصيه، كمان عندها تحديات بحياتها المهنيه. ننتقل لمشاهدينا لسهره الثلاثة على شاشتنا، والموعد المنتظر هو اكيد مع عادل كرم بحلقه جديده من هيدا حكي، وضيف سهره بكره المساء هو مع الفنان مساري، فنان من أصل لبناني اللي حقق نجاح عالمي. ننتقل لسهرة الأربعاء بعد الأخبار، حلقة جديدة من بالجرم المشهود، بيطبعوا حلقة جديدة من برنامج السياسي بموضوعية مع وليد عبود وضيوفه. أما سهرة الخميس برنامج الضحك والمواقف الطريفة ما في مثله، بنكمل مع حديث البلد وضيوف من لبنان من كل المجالات. وهلأ رح نبقى مشاهدينا مع بروموسيون أو لمحة عن أهم حدث ناطرينه هالصيف وكمان هالسنة كلها، وهو أكيد مهرجان البياف، مهرجانات بيروت الدولية للتكريم. هيدي تيزر عم بيحرقسونا، مفاجآت كثيرة بعدها بانتظاركم مشاهدينا. وما تنسوا انه برنامج اللايف عم بيقدم لكم فقرة خاصة كل نهار سبت واحد تحضيرا لهالحدث الكبير. صار وقت نودعكم مشاهدينا، ان شاء الله تكونوا تسليتوا برفقتنا واستفدتوا من كل المواضيع والمعلومات اللي قدمنا لكم اياها. بتجدد لقائنا معكم طبعا بكره الصبح بنفس الوقت. باي باي.